زي ما قالوا انا هديك اسماء بعضها حتى زي ما جت في مكتب التحقيقات الفدرالي لما قالت انهم بيستبعدوا من حساباتهم كوكلاكس كلان ورعد صهيون ورابطه الدفاع اليهودي منظمة 19 مايو الشيوعية والمقاومة اليهودية المسلحة وجبهة التحرير. دي بعض الجماعات اللي بيستبعدوا ان هي تقوم باعمال ارهابية يا فندم في الداخل؟ هي بتقوم باعمال ارهابية. بتقوم باعمال ارهابية ومرصودة. ومعروفة طبعا. لكن زي ما تقولي يعني هناك بيئة دول بقى عندهم نوع من العنصرية تجاه القادمين من مناطق أخرى لا تنتمي الى فكر بلادهم. طيب وعلى فكره كمان حضرتك ذكرت ان دي مش جمعيات اسلاميه خالص. لا 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 ده هو فكره العنصريه في اي ديانه. لا ومنهم مسيحيين ومنهم يهود. ايوه. وبعدين كمان انا فاكر ان لما حتى ما كنت في امريكا وحصل الناس في المبنى الفدرالي في تابع الحكومه الامريكيه وتم القبض على منظمه اتضح ان هذه المنظمه تكفر الدوله الامريكيه بنفس ايديولوجيه التكفير الموجوده في داعش والقاعده وغيره. يعني في ناس بيرفضوا حتى مجتمعهم. فدي في داخل امريكا في هذه الحاله الموجوده وزي ما قلنا ده كلها معتمده على يعني مثلا على سبيل المثال ان حتى في برضو بعض بيانات المنشوره لبعض مراكز دراسات في امريكا ان ما ينشر بيتجاهل الحقيقة ان ما يرتكبه متطرفون مسلمون اقل في نسبته مما يرتكبه متطرفون بيض لا ينتمون الى الاسلام. ده عن قصد يا فندم؟ ده عن قصد لاظهار مفهوم الاسلاموفوبيا او التصعيد من المخاوف باتجاه المسلمين بشكل اكبر؟ ما هو يعني الفكرة ان في امريكا في عملية تصنيع اعلام بيوجه مش بس إلى الرأي العام. نعم. وإلى صانع القرار بطريقة مدروسة. ده صحيح. لكن الجانب الآخر اللي هو الدول العربية أو الإسلامية لا تقوم بهذا الدور بحيث أن يعني مثلا أنا أذكر أن كان في استطلاع بعد 11 سبتمبر عشان يشوفوا ما يعلمه الأمريكيون عن الإسلام طلع أن 2% فقط من الأمريكيين هم اللي عارفوا يعني إيه الإسلام. صحيح. فدي في وفي منهم نتيجة الأحداث قروا عن الإسلام واعتنقوا الإسلام. بالظبط. فهناك المناخ يعني حتى لما بيقول في دراسه حتى في جامعه نورث كارولينا بتقول ان من تحول من المسلمين الامريكان للارهاب هم عينه صغيره العدد من بين المسلمين الموجودين في امريكا. يعني دي قليله تم التاثير عليها نتيجه عده اسباب سواء داخليه او خارجيه. طيب حضرتك شايف ان ادام احنا بنتكلم عن صناعة اعلام وبنتكلم عن قصد ابراز هذه الاحداث اللي بتخرج عن متشددين اسلاميين كما يريد الرأي العام الامريكي او الادارة الامريكية ان تبرز، اذا هي ذريعة للمزيد من التطبيقات في سياسة الولايات المتحدة والاستراتيجية الاكبر لها فيما هو قادم. في اي اتجاه بتتوقع ان تسير عملية انتخابات الرئاسة ولمن ستكون الغلبة في ظل هذه الاحوال؟ لا انا بتوقع هيلاري كلينتون هي اللي تفوز لاسباب عديده. صحيح ان في نوع من الاتجاه نحو ترامب من داخل الحزب الجمهوري، يعني احنا لما وصلناش الى الانتخابات بالتصويت اللي هو متعدد النوعيات، يعني في ناس كتير لسه ما قدلوش باصواتهم لحد الوقت. صحيح في اسباب دعت الى صعود ترامب وهو وده في دراسات أمريكية حالية وهو انعدام الثقة في السياسيين التقليديين وإن لم يعد الرأي العام الأمريكي أو المواطن الأمريكي العادي يثق فيهم لدرجة إن هناك طبعا اقتناع بيسود النهاردة إن من يدير السياسة الأمريكية ليس بتأثير الرأي العام ولكن بتأثير جماعات المصالح وقوة جماعات الضغط. جماعات الضغط وجماعات المصالح الاقتصادية الكبرى. تمام. هنا لكن لما في بتيجي بقى في فترة الانتخابات النهائية فبيبقى في العقل بيحكم، ولأن صعود ترامب كان نتيجة لأسباب غير طبيعية، فمن هنا أنا بتوقع فوز هيلاري على الرغم من أن استطلاعات الرأي العام الأمريكي بتقول أن الكارهين لترامب نسبة 68% والكارهين لهيلاري كلينتون
نعم. 58%. نعم. يعني هو في نسبه رفض للاثنين، لكن على الاقل عند هيلاري اقل من السيء ولا الأسوأ، يعني خلينا نقول كده. اه بالظبط كده. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ عاطف الغملي الكاتب الصحفي بجريده الاهرام والمتخصص في الشؤون الامريكيه. سياده اللواء، حضرتك سمعت التحليل الخاص بالكاتب الصحفي الأستاذ عاطف الغملي، تحدث أن الأحداث التي تأتي من جماعات متشددة إسلامية أو عناصر إسلامية بيتم إبرازها من خلال صناعة الإعلام، أو حتى بعض السياسيين اللي بيريدوا إبرازها، على الرغم من أن اليمنيين أو المتطرفين في الكثير من المجتمع الأمريكي لهم ظهور من خلال جماعاتهم المختلفة. لماذا برأي حضرتك من النواحي الأمنية ليه دي دايما الآليات اللي بيتم التأكيد عليها أو الإبراز داخل هذه المجتمعات الغربية ليس فقط الولايات المتحدة؟ ده كل العالم حضرتك، كل العالم بيتفق على هذا الموضوع، استخدام الإعلام في تنفيذ المخططات وتحقيق الأهداف. والإعلام هنا بيبقى نقول عجينة طيعة لينة سهلة التشكيل لتنفيذ المخطط والهدف، فالتسخم مع ذلك بيظهر ما حدث. العناصر اللي موجوده في من الاعلاميين او من في اطار استغلال الحدث او استغلال المشكله او الازمه اللي بتحصل بيحاولوا يصوروها على انها زي ما حضرتك بدات في الكلام اسلاموفوبيا، ينسوها للاسلام عشان يحاولوا الهدف اللي هم عايزينه يشوهوا صوره الاسلام، لان الاسلام عدو رئيسي بالنسبه للطموحات الامريكيه ولتحقيق المخططات الامريكيه والاهداف الامريكيه. ارتباطا مع ذلك لازم يبقى فيه اعمال مضاده بايه؟ الوسيله اللي موجوده متاحه في ايديهم ايه؟ يا اما قرار سياسي يا اما سبل اعلاميه او وسائل اعلام. وسائل الاعلام هي المطروحه وهي الاسهل واللي هي مش مكلفه، اللي بالتالي اللي نتيجه استغلال الحدث من خلال الكلمة. كلمه بس نافذه ومنتشره بشكل وبتسمع يعني باللغه العاديه، بتسمع وبتجيب وتؤتي ثمارها وتحقق الهدف. طب ما انا استغلها وببلاش وبسهوله جدا دون ان ارتبط فكره حيازه الاسلحه او قوانين حيازه الاسلحه، لان اثير ايضا اكثر من مره هذا الامر. وبس مش من خلال حادث فلوريدا، من خلال حوادث اطلاق النار في عدد من الجامعات او المدارس، أي ما كانت العناصر التي تطلق النار، وحتى في محيط البيت الأبيض حدث مثل هذا الحدث أو نفس الواقعة. فكرة حيازة الأسلحة والحصول عليها داخل المجتمع الأمريكي أو سهولة استخدامها دي محتاجة إعادة نظر، لأن برضو أثيرت في فرنسا في أعقاب أحداث مقتل الشرطي بالأمس. تحدث اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على فكرة حيازة السلاح مش بس للمواطن لكن كمان لفكرة الشرطي ان هو يدافع عن نفسه. حيازه السلاح المتطور كمان، لان السلاح المستخدم سلاح متطور في الحادث اللي حصل في فلوريدا. السلاح المتطور ده كيف وصل الى يد هذا؟ ده عشان كده قلت لحضرتك في بدايه كلامي انه حادث اوصفه من وجهه نظري وتحليلي انه لازم يكون موجه، ما ينفعش مواطن بسيط كده يعني ما استسخش حدث قدامه فقام اخرج سلاحه وموت 50 او 49 واحد. لا مش بسهوله دي، اكيد في سلاح متطور معاه، في يعني وسيله اقوى قادره على احداث هذا العدد الكم ده في وقت قصير. يبقى دي تطور السلاح ده وتطور نوع السلاح ده دلاله على ان هناك داعم يريد تحقيق هدف معين ويستغل هذا الحدث لتحقيق هدف ايضا اكبر واسمى من وجهه نظر يحقق له هذا الموضوع. ده دلاله على ذلك. فاذا لما نقول ان هذا العمل عمل ارهابي بشكله وبوصفه أركانه هي سلاح متطور ما يعد واحد أعلن ده سبق سلفا إن هو تابع لهذا التنظيم الإرهابي، أعلن سلفا إن هو هينفذ هذا العمل على وسائل الإعلام المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بتاعته. أعتقد إن كل ده يؤكد دلالة على أن هذا العمل عمل إرهابي يطمح لتحقيق هدف رئيسي لداعش يستغل اعلاميا لترسيخ هذا المقام. مرارا وتكرارا تحدثنا عن مؤتمر عالمي لمحاربه الارهاب. اكيد مصر دعت الى هذا المؤتمر لاكثر من مره وعلى مدار سنوات. كل المحافل الدوليه والى الان تتحدث دائما الكلمه المصريه الرسميه عن مؤتمر دولي لمحاربه الارهاب. هل سيتحرك ساكن في هذا الامر؟ هل ستكون الولايات المتحده الامريكيه هذه المره هي القائده لهذا المؤتمر أو داعية له، ولا هتكون من خلال سياسات للمزيد من التدخل في شؤون الكثير من الدول وخرابها؟ لا، هي الولايات المتحدة الأمريكية كل مؤتمر دولي هي اللي بتطلعها أو بتبدأ بيه. الدعوة اللي احنا بندعوها كدولة مصر العربية
ده كل المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية اللي كان شارك فيها السيد رئيس الجمهورية أو مندوبا عنه بينادوا بمؤتمر فعلي لمكافحة الإرهاب. لا ليس خافي على أننا نرأس الآن لجنة مكافحة الإرهاب على في مجلس الأمن. نعم. ولنا دور في هذا الموضوع ولنا باع في هذا الموضوع ولنا اتجاه، احنا فاعلين في هذا الاتجاه ولولا ذلك ما كناش وصلنا لهذه المكانة. احنا كافحنا الإرهاب بثلاث سبل. الإرهاب يكافح بثلاث سبل رئيسية. السبب الرئيسي تكفيف المنابع، ده شيء طبيعي. الجزء الثاني الشق النفسي، الشق العامل الفكر، عامل ما نوجدش بيئة حاضنة لهذا الموضوع. الجزء الثالث عدم تنامي اندراج او يعني دخول عناصر اخرى، بيئة جاذبة لعناصر متطرفة جديدة عشان تولد ارهابيين فيما بعد. لو احنا تعاملنا مع الثلاثة دول باحترافية من خلال اعمال التنمية اعتقد ان احنا نقدر نحقق مجابهة فعلية. مصر فعلا خطت خطوات حساسة في هذا الاتجاه، نفذت هذا الاتجاه، عملت. ارجو ان مش الموضوع مش موضوع مؤتمر لنجتمع، لان التحالف اللي بيحارب داعش من 40 دولة من شهر 10 2014، صحيح شهر 10 2014 بيسأل الولايات المتحدة الامريكية برضه. فالفكرة مش فكرة مؤتمر لمكافحة الارهاب، ولكن تفعيل لقرارات فعلا الإرادة الفعلية في محاربة الإرهاب. هذا الموضوع ده اللي خليني أسأل حضرتك، هل هتبقى ذريعة للولايات المتحدة أن هي تتدخل في المزيد من الدول لخرابها وتفكيكها، ولا هتقف عند هذا الحد وتتحدث عن محاربة الإرهاب فعليا؟ لا يا فندم، ده ذريعة وده هدف رئيسي، وأعتقد أنه هيستغل كما استغل 11 سبتمبر. يعني أعتقد أن دي شرارة أو من نقطة انطلاق وبداية للقادم أن ينفذ سياسة أمريكية لتؤكد وترسخ مبدأ الهيمنة على العالم، انطلاقا من كونه مضار. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية مضارة مستهدفة، حصل فيها عوار، حصل فيها مشكلة، حصل فيها أزمة سببها الإسلام السياسي أو الإسلاموفوبيا، فعايز يوصف هذا الموضوع ويطوعه لخدمة مصالحه. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء عادل العمدة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأيضا الخبير الاستراتيجي والعسكري. شكرا. انتهى الحوار الأول في من القاهرة، بعد قليل حوار آخر يتحدث عن الإعلان وضوابطه المختلفة في مصر. مرحبا بكم مرة تانية في من القاهرة، حديثنا متواصل حول فن الإعلان، فن الإعلان اللي مش بس بيشمل الإبداع لكن أيضا بيكون فيه شق علمي كبير من خلال مضامين مختلفة بتقدم من خلال هذا الإعلان.
طبعا في اعلانات ارشاديه، اعلانات للخدمه العامه، اعلانات للتوعيه، اعلانات تسويقيه وترويجيه، كل هذه الامور بتجعلنا نتحدث عن الاعلان من حيث الابداع وال